هنا كان الفوز بالثنائية على الشياطين عبد الحميد الصابر حصل على ضيع هدف ثاني مرة الأولى والثانية أم سيندفع أكثر ولكن الفلاح اش بان لك في الماتش اليوم؟ والتفرجي التفرقيع فرقعنا الرمان اليوم تبارك الله تبارك الله على المغاربه سود بسم الله ما شاء الله فرحتونا وفرحتوا البيوت العربيه كامله وكل بيت في العالم العربي بيت مغربي من القاهره هنا المغرب من الرياض هنا المغرب من تونس هنا المغرب من عمان هنا المغرب من المغرب هنا المغرب من الدوحه هنا المغرب ودائما مغرب وديما مغرب ديما ديما انا فرحانه بزاف 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 وان شاء الله نوصلوا لفينا ان شاء الله شكرا بزاف اليوم جيت باش نهضر في كاب راديو وانا فرحانه بزاف حيت هادي ثالث مره وعندي تجربه وباش شفت تاتي عائشه فرحت بزاف 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 بغيت نقول لكم دائما مغاربه راسنا عالي 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 وبزاف ويوم جيت مقهى باش نتفرج المنتخب المغربي ان شاء الله غادي يربحوا دائما راسنا عالي الفوق الفوق ولكن كلم مركب كلم مركزي مركا مهم زي حكيم زياز سيري ان شاء الله نغلبو مره اخرى اليوم متاهلنا باصاف يلا فرحنا بالمغرب بزاف بزاف انتم فرحوا معنا